المحاول الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور أشرف مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، مساء النور. أهلا بيك. يعني زي ما سمعنا من دكتور أحمد عبد العزيز وهو أحد الأطباء اللي بيعالجوا الحالات اللي وصلت أو مرت إلى داخل مصر عبر معبر رفح، حالات شديدة الخطورة والتعقيد، نسب الإصابات اللي موجودة عند حضرتك اللي بنقدر نصنفها على أنها شديدة الخطورة وتحتاج إلى تدخل أكبر من إمكانات القطاع الصحي حاليا في فلسطين، تقدر تدينا نسبة مثلا قد إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا الفلسطيني من هذا التغول الصهيوني والحرب المفتوحة وتطهير العرق على أبناء شعبنا. نحن نتحدث اليوم عن ما يزيد عن 26 ألف من الجرحى بكافة تفاصيلهم من الخطيرة والحرجة والمعقدة، وبالتالي هناك أكثر من 6000 مريض يحتاجوا إلى الخروج خارج قطاع غزة لعدم توفر العلاج لهم في داخل مستشفيات قطاع غزة. هذه الحالات هي من الحالات الخطيرة والحرجة والمعقدة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز للأحياء السكنية، وبالتالي كل الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات هي جراحات عميقة، جراحات معقدة، جراحات خطيرة، وكذلك جراحات حرجة، لأن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للسلاح المفرط والمحرم دوليا هو الذي يعقد الحالات ويجعل هذه الحالات يعني حرجة للغاية. ووصولا إلى أننا حتى اللحظة هناك عدد كبير من الشهداء لم نستطع إخراجهم من تحت الضحايا، فالكل يجب أن يعلم أن حجم ما يصل إلى المستشفيات وطبيعة الإصابات التي تصل، طالما أن الواقع هي بهذا الشكل لا زال هناك الآلاف تحت الأنقاض، هذا يعني أن ما وصل من هؤلاء الجرحى هو جراحات معقدة وتحتاج إلى تدخلات جراحية غير متوفرة في داخل قطاع غزة. الأمر الذي بدأ نشعر به في داخل المستشفيات عن وفيات عن شهداء بشكل يومي نتيجة عدم توفر الخدمة لهؤلاء الجرحى أو تأخير خروجهم باتجاه معبر رفح البري ومنها إلى المشافي المصرية، التي نكل لها كل تقدير واحترام على هذا الموقف العظيم تجاه أبناء شعبنا. طب دكتور أشرف، حضرتك نشدت أكثر من مرة يعني الصليب الأحمر ومنظمات دولية بأن توفر الحماية للمستشفيات الفلسطينية، نشدتهم حتى بأن يأتوا ويعني يفتشوا ويتأكدوا من أن هذه يعني مؤسسات طبية تقدم الخدمة للمرضى والمصابين وليس بها أي يعني أثر لمقاتلين وما إلى ذلك. هل كان هناك من رد ما مثلا أو تواصل من جهة دولية معكم؟ يعني بداية الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عام وهو يقوم بهذه التهديدات وهذه التلفيقات وهذه المخادعات في العالم بأسره، رغم أن كل المؤسسات الصحية الدولية هي حاضرة في المشهد الصحي ولا تغادر مستشفيات قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي، وهناك تقريبا 150 وفد طبي دولي يقدم إلى مستشفيات قطاع غزة، وبالتالي هذه المخادعات وهذا الكذب والزيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بات لا ينطلي على أحد. ولكن نحن أمام المشهد الإنساني الذي نقوم به في وزارة الصحة يدفعنا بأن نحافظ على هذه المنظومة الصحية الإنسانية البحتة، وبالتالي نحن دعونا المنظمات الدولية وعلى رأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التواجد في داخل مستشفيات قطاع غزة حتى يعني نطمئن إلى الحماية الدولية وحتى تقوم الطواقم الطبية بواجبها في إنقاذ حياة الجرحى. التهديد المباشر للمستشفيات وكذلك الحملة المسعورة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، واليوم كان هناك أيضا حملة موجهة ضد سيارات الإسعاف، هذا كله يقلق العمل الصحي ويربك العمل الصحي، وبالتالي يجعل المنظومة الصحية في حالة خوف وقلق، وكذلك أيضا استهداف مركز. الاحتلال الإسرائيلي يسوق هذه الأكاذيب والتزييفات من أجل أن ينقض على المنظومة الصحية التي بدأ انقضاض عليه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان، فأوقف المساعدات الطبية، أوقف الوقود، أوقف الكهرباء، أوقف الماء، قام باستهداف مركز للمستشفيات واستهداف مركز للمرافق الصحية، قام بتدمير 45 سيارة إسعاف. فلو كان لديه صورة واحدة يعني يستطيع أن يتكي عليها أمام العالم بأسره لكان أظهرها أمام العالم من خلال الأقمار الصناعية وكذلك طائرات الاستطلاع التي لم تغادر سماء مستشفيات قطاع غزة ولا قطاع غزة بشكل مباشر. وبالتالي
وبالتالي هذه كلها المخادعات والأكاذيب لا تنطلي سوى على الإدارة الأمريكية التي تقف معه في كل المواقف التي يسير في فلكها دون تمحيص أو تحقيق. وبالتالي نحن لا نخشى على هذه المواقف، ولكن نخشى من الاستهداف غير المبرر، ونخشى من أن يقدم الاحتلال على حمقات دون أن يكون هناك أي يعني تسميد لادعاءاته من قبل المجتمع الدولي. صحيح. ماذا عن المولدات؟ يعني نعلم أن الوقود، يعني في شح كبير جدا في الوقود، وهناك عملية مبادلة ما بين، فقدنا الاتصال ولا حضرتك معايا دكتور أشرف؟ معك. المولدات، يعني كيف توزعون استخدام المولدات لتوفروا الطاقة في بعض المستشفيات أو في بعض مثلا الأقسام دون غيرها يعني؟ نعم، يعني نحن قبل العدوان البري وقبل المناورات البرية التي بدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين، كنا نبادل الوقود ما بين المستشفيات حتى نستطيع أن نستمر بخدماتنا في كافة المستشفيات لساعات أطول. ولكن مع دخول الاحتلال الإسرائيلي في المناورة البرية باتت مناطق قطاع غزة مشلولة عن بعضها البعض، وبالتالي اليوم المشكلة تتعمق أكبر في داخل مستشفيات قطاع غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت حتى اللحظة من إدخال الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، وأيضا يطيل الاتهامات والأكاذيب أمام العالم بأسره. الاحتلال الإسرائيلي يريد تقويض منظومة الخدمات الصحية، هو أراد انهيار المنظومة الصحية، هو أبقى على انهيار المنظومة الصحية بعدم دخول الإمدادات الطبية والوقود إلى مستشفيات القطاع التي بادت اليوم ولليوم السابع على التوالي تعمل على المولدات الكهربائية الثانوية، ولم يبقى أمامها سوى يوم إلى يومين في بعض المستشفيات حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبالتالي نحن أمام مشهد قاسي جدا في مستشفيات قطاع غزة التي لا تعمل فيها سوى الخدمات المنقذة للحياة، وهي العنايات المكثفة بما فيها الحضانات وغرف العمليات وكذلك أقسام الطوارئ، وباقي المستشفيات هي جزء من الظلام الدامس. إضافة إلى ذلك الاحتلال الإسرائيلي يصر على تقويض المنظومة الصحية من خلال الاستهداف المركز للمستشفيات وإخراج 18 مستشفى عن الخدمة حتى اللحظة، وكذلك أيضا إخراج 45 مركز صحي، إضافة إلى تدمير 120 مؤسسة صحية في مستشفيات في قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو يمعن في شل حركة المنظومة الصحية حتى لا تستطيع القيام بوظائفها في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى في قطاع غزة. إذا بقي الحال على ما هو عليه فإن الأيام والساعات القادمة ستكون خطيرة بل حرجة جدا على مستقبل الخدمات الصحية، وهناك سيكون وفيات بالعشرات بل بالمئات، ولكن هذه المرة من داخل العنايات المكثفة، من داخل حضانات الأطفال، من 1100 مريض بالفشل الكلوي ومئات الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية وهي قاب قوسين أو أدنى من الشهادة. دكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.